ميراج الملك حسن ابو الليل تدريب الصراط على ابو جبل سيكون الفارس اياس ابو جبل بلي غليص ابن الفحل رفايق الام بنت زمزم الملكي نايف وزياد عطا الله المدرب حمودي عربه سيكون الفارس عدي برق الشيخ ابن الفحل شمسان والام رزان الملكين احمد ومحمد ابو ادريس المدرب والخيال باسل حسن علام ابو الشباب الفحل سلاز والام بنت اللهيب الملك والمدرب ابو عادل سيقود الفارس بزي ويليه منطلقين بعملية الاحماء غليص ابن فريق فريق والام بنت زمزم الملكين نايف وزياد عطا الله المدرب حمودي عذبة على صهوته الخيال عدي الاحماء الغول ابن الفحل برك البريك والام بنت المرام الملك عصام عثامني المدرب احمد عثامني على صهوته الفارس زنور غدير المنطلقين مملوك ابن الفحل ميراج الملك حسن ابو لين تدريب الطرلات على ابو جبل على صهوته الفارس اياس ابو جبل اما ولان بزير على صهوة الباز ابن الفحل ثلاث والام بنت اللهيب الملك والمدرب ابو عادل على صهوته الفارس بزيو ابن الشيخ ابن الفحل افريكان شاولون بنت دبي الملك وائل عواف المدرب والخيال حمود العارف الرفات ابن برق الشيخ ابن الفحل شمسان والام رزان الملكين احمد ومحمد ابو دريس المدرب والخيال باسل حسن إذن مولان خالد السعدي على صهوة شمس الأيال ابن الأيال الملك أحمد علوان تدريب الطرلات الزي الأحمر على صهوته الفارس خالد السعدي الملك ماهر أبو شاهين المدرب والخيال أحمد الهيب مجالي أس ابن الفحل مجالي الملك مجدي علوش تدريب الطرلات المعتز على صهوته الفارس سالم العقبي خيول الشوط السابع باتت على اطلاق سابع اشواط هذا المهرجان على ميدان الاحلام بشوط مفتوح الدرجات بالفعل انطلقت خيول الشوط السابع على بركه الله تعالى بجومه واحده وبانطلاقه موفقه زيو على صهوه الباز ينتزع صداره الشوط بالمراحل الاولى من هذا السباق عفوا محمد العارف على صهوه الشيخ بصداره الشوط خالد السعدي على صهوه شمس الايال بالمرتبه الثانيه بصراع ثنائي على صداره الشوط زيو على صهوه الباز يتقدم للمرتبه الثالثه وسالم العقبي على صهوة المجالي اس يقلص الفارق شيئا فشيئا قرابة المنعطف الاول خيول الشوط السابع بكومة واحدة الان ما بين المنعطفين الشيخ ما زال يقود خيول الشوط السابع ما بين المنعطفين بصراع ثلاثي مع المجالي اس وشمس الايال بدخول ثلاثي قرابة المنعطف الثاني والاخير تقبل خيول الشوط السابع نحو المنعطف الثاني لتخرج من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم بل نحو المراحل النهائية والحاسمة على الشوط شوف هذا الرباعي المثير نحو الخط المستقيم ونحو المراحل النهائية والحاسمة الشيخ يتقدم بصدارة الشوط المجالي أس يندفع مع سالم العقبي شمس الأيال يندفع من الداخل المجالي أس والشيخ بسرعة على صدارة الشوط المجالي أس والشيخ والغول بسرعة على صدارة الشوط ما توصلت الفرسان أنت يا سالم العقبي سالم حبايبنا النتيجة النهائية بتظهر من لجنة التحكيم مبروك للطغرات المعتز
إذا ظن فرانكي ديتوري أنه صنع من نفسه أسطورته وخطه فلم تكن الفروسية يوما إلا لفارس عربي. مدرسة الفرسان أنت يا سالم العطوي أبو آدم. مبروك المجالي أس، مبروك يا العلوش، مبروك يا استغلاط المعتز يتوج صاحب المرتبة الأولى محمد أبو عياش أبو السامر. يا بالخروف المقدم من إبارة ميدان الأحلام، مبروك ألف ألف مبروك للمجالي أس، يعيد أمجاد الانتصارات على ميدان الأحلام برفقة مدرسة الفرسان سالم العطوي على صهوة المجالي أس. انطلق رابعا، طلق الفارس رويدا رويدا ليخطف الخروف ميدان الأحلام على خط النهاية. مبروك ألف ألف مبروك، يعطيك ألف عافية حبيبنا أبو آدم. مبروك يا العلوش، مبروك لاستغلاط المعتز، مبروك ألف مبروك للمجالي أس صاحب المرتبة الأولى بسبع أشواط هذا المهرجان. أما صاحب المرتبة الثانية فكانت من نصيب الشيخ ابن الفحل الأفريكان شاه الملك وائل عوابدة، المدرب والخيال حمود العارف الغريفات، الأخ حسام محمدات أبو محمود يتوج صاحب المرتبة الثانية والتي كانت من نصيب الشيخ. مبروك ألف مبروك يا وائل عوابدة، مبروك يا مدرب والخيال محمد العارف الغريفات، مبروك ألف ألف مبروك لصاحب المرتبة الثانية الشيخ. أما صاحب المرتبة الثالثة يتوج الأخ أحمد مناصر أبو علي، كانت من نصيب الغول ابن الفحل برك البريق. ألف ألف مبروك يا عصام عتامني، مبروك يا أحمد عتامني برفقة الفارس ضمور غدير، مبروك للغول صاحب المرتبة الثالثة، نتيجة لا بأس بها بعد صراع ثلاثي على صدر